بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الليلة إن شاء الله نقف وقفة مع القرآن الكريم الذي يحاول المشركين والملحدين أنهم يدنسونه ويحرقونه. إن شاء الله نقف جميعا نصرة للقرآن الكريم، طبعا مع تبيان عجز المشركين، عجز الكفار من أنهم ينالون من القرآن، والقرآن وضح هذا الشيء أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا لا بمثله، لا بعشر سور، لا بسورة واحدة ولا بآية واحدة. لذلك تراهم يستخدمون الأساليب المنحطة، ولذلك نحن جميعا نعلن أننا نقف مع قدسية القرآن وبمحافظتنا على القرآن في قراءته، في المحافظة عليه، في عدم هجرانه، في الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى. ونقول لهم جميعا، للسويد والذين أكبر من السويد ولغير السويد، بالروح بالدم نفديك يا قرآن، بالروح بالدم نفديك يا قرآن، بالروح بالدم نفديك يا قرآن، بالروح بالدم نفديك يا قرآن. ما هذه الأساليب التي فعلوها إلا هي تبيان لعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن الكريم؟ وإلا لماذا أحرقوا القرآن؟ لماذا لم يناظروا القرآن؟ لماذا لم يأتوا بأفكار يردوا بها على القرآن؟ دليل ذلك أنهم عاجزون العجز التام والكامل عن الإتيان بمثل كتاب الله. بالروح بالدم نفديك يا قرآن، بالروح بالدم نفديك يا قرآن، بالروح بالدم نفديك يا قرآن، بالروح بالدم نفديك يا قرآن. منذ زمان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والذي جاء بهذا القرآن الكريم، وإلى اليوم وإلى ظهور صاحب الزمان وإلى آخر الدنيا، سنظل مع القرآن في قبورنا، في حياتنا، في مماتنا، في وجودنا في عالم الأصلاب، في كل هذه العوالم نحن مع القرآن، ولن نترك القرآن، لن نتركه أبداً. بالروح بالدم نفديك يا قرآن، بالروح بالدم.